رايكم في عيش الفينو ديتاي بمناسبة الدخول طبعا المدارس؟ هتعمليه في البيت باسهل طريقه اقتصاديه خالص وسهله وخفيف وخفيفه، وزي ما حضراتكم شايفين مش هياخد منك اي وقت ولا اي مجهود، وهيطلع معاكي ناجح 100% زي ما حضراتكم شايفين. الفينو شايفين جماله، ورطب خالص وخفيف وناجح معاكي. يلا كده بيني ندخل على الفيديو بتاعني ونشوف طريقة عمل الفينو بتاعني. اها حاجة كده ايه من الاخر، وادي الفينو بتاعنا من جوا زي ما حضراتكم شايفين، وشايفين التوريقة وشايفين جماله. اها اهو يلا كده بندخل على الفيديو بتاعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير الكلام ما نبدأ به، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنعمل مع بعض الفينو، طبعا نزوم تجهيزات المدارس، وإن شاء الله بإذن الله من الفيديو ديتاي هنبدأ في تجهيزات المدارس من المخبوزات، وإن شاء الله بإذن الله هنعمل الفينو مع بعض، وإن شاء الله بردك هيعجبكم وهينال رضاكم وهتجربوه بطريقتي على طول. يلا كده بينا ندخل على الفيديو بتاعنا ونشوف الفينو الحلو بتاعنا ده عمل نزل. اول حاجه المكونات بتاعتي ست الكل، كيلو من الدقيق، كيلو دقيق متعدد الاستخدامات اللي هو الدقيق اللي من الشكاره اللي اسمها ذهب، دقيق فينو اسم الدقيق ذهب اللي هي شكاره اللي بتشيل 25 كيلو دي زي ما حضراتكم شايفين. ده كيلو من الدقيق. هنا معليه معلقتين من لبن البودرة، طبعا لبن البودرة ده اختياري، بس عشان لبن البودرة طبعا حابة تضيفيه ضيفيه زي ما قلنا، مش حابة خلاص معلقتين من لبن البودرة، نص معلقة من الخميرة الفورية، ثلاث معالق من السكر زي ما حضراتكم شايفين. طبعا احنا عايزين نعلي القيمة الغذائية بتاعة الفينو بتاعني، فعشان كده هنضيف له لبن بودرة. هنا عندي معلقة ملح، هنا عندي 4 معالق من الزيت، هنا عندي معلقة كبيرة من الخل مش هضيفها كلها كمان، وهنا هاخد معلقة من البيكنج بودر ده هيكون المحسن للعيش بتاعنا، ومية طبعا دافية للعجن. اول حاجة هعملها هجيب انشط الخميرة بتاعتي، اخمر الخميرة يعني، انزل زي ما حضراتكم شايفين باللبن البودرة وبالسكر وبالخميرة، وعليهم معلقتين من الدقيق، دول هيسرعوا لي التخمير وهيخلوا لي كده العيش معايا فايش وحلو. معلقتين من الدقيق وهنزل عليهم بشوية مية. واقلبهم زي ما حضراتكم شايفين، دول اوريه هيتخمروا معاي لما اقدر اني انا اعجن في العجينه بتاعتي. السكر طبعا عشان نشط الخميره بيه، خلينا الملح في الاخر هنضيفه على الدقيق. اها بس كده هجيب الغطا وغطي العلبة كده واركنها في مكان دافي، وبعد ان شاء الله بإذن الله ما تخمر هرجع لكم تاني. كده الخميرة بتاعتنا اختمرت اهي زي ما حضراتكم شايفين. هجيب الطبق اللي انا هعجن فيه وهنزل بالخميرة زي ما حضراتكم شايفين. المية طبعا تكون دافية دافية دافية، ما تكونش سخنة عشان ما تبوظش الخميرة معاكي، وما تكونش بردك ساقعه، لو سخنه هتموت الخميره معاك، لو ساقعه بردك مش هتخلي الخميره تخمر. الميه تكون دافيه زي ما حضراتكم شايفين. هنزل دلوقتي بالدقيق بتاعي اهو، هنزل بالملح مع حوالي معلقه كده من البيكنج بودر معلقه بس، وبالخل
هسيب الزيت في الاخر وابتدي كده بسم الله، ابتدي اعجن العجينة بتاعتي. احتاجت مية طبعا، هضيف لها مية. زي ما حضراتكم شايفين افضل اعجن في العجينة بالشكل دي لحد ما المها من الدقيق. اهو زي ما حضراتكم شايفين العجينة بتاعتي فضلت اعجن فيها لحد ما لميتها من الدقيق بالشكل دي. العجينة تكون مع تلزق معاك، هي تكون طرية معاك ومع تلزق. هي معايا العجينة زي ما حضراتكم شايفين طرية وبتلزق هاي، ما تكونش معاك العجينة ناشفة عشان يطلع معاك الفينو طري وحلو. هاجي دلوقتي دور الزيت، هبل ايدي زيت زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده. ولم العجينة وافضل اعجن فيه اهو. خدها هنا شايفين، وافضل اعجن فيها بالشكل ده اهو. قبل ايدي تاني هفي الزيت بردك اها. وافضل عجن في العجينة بالشكل دي، اهم حاجة انك هي تعجن العجينة بتاعتك كويس. زي ما حضراتكم شايفين فضلت اعجن في العجينه بالشكل ده لحد ما بقت معايا العجينه مالتي وحلوه اهي. زي ما حضراتكم شايفين اها، هلم العجينه بتاعتي وهجيب اللي هو الطبق اللي احنا عجننا فيه الاول اها، احط العجينه فيه زي ما حضراتكم شايفين وبالايدي حبة زيت وغطي العجينة بالزيت واسيبها ايه لحد ما تخمر. وكده زي ما حضراتكم شايفين بعد العجينة بتاعتي ما خمرت هاي ما شاء الله عليها ها، ابتدي بسم الله هبطها بالشكل دي اها. العجينة يا جماعة طرية معاي تكون معاك طريه ولا ناشفه، هي ماسكه نفس اللي اني انا عجنت فيه جامد. عجنت معايا وبقي لها عرق اها. بسم الله كده زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده الفها وقطعها اها. اها بالسكينة وقطعها قطع صغيرة زي ما حضراتكم شايفين اهو، اقطع واكور ورقة اهو على حسب يعني حجم الرغيف اللي انت عايزاه، عايزاه كبير عايزاه صغير على حسب الحجم بتاع الرغيف.
اقطع كميه العجينه بتاعته كلها بنفس الطريقه بالشكل دي واكوره وركه. اه زي ما حضراتكم شايفين قطعتهم كلهم كده كور بالشكل حضراتكم شايفينه دي معايا كده، يكون مع 15 كوره. هاخد اول كوره كده انا عملتها اهي زي ما حضراتكم شايفينه بايدي بالشكل دي، وابتدي افردها وبالنشابة طبعا ارش لها رشة دقيق خفيفة خالص تبتدي باول كورة لانها هي اللي هتكون مرتاحة معاك، هي اللي هتكون مرتاحة معاك يا رب يكون واضح زي ما حضراتكم شايفين. وهجيبها بالشكل ده اهو والفها زي نظام رول وهنا هقفلها كويس وهقفل طبعا الجوانب برك كويس وبايدي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، وابتدي افردها بايدي زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده هجيب قطعه ثانيه ارش رشه دقيق كده خفيفه من فوق ورشه خفيفه من تحت زي ما حضراتكم شايفين وابتدي ان انا الفها رول بالشكل حضراتكم شايفينه دي واقفلها من تحت واقفلها برضو من الجوانب هجيب قطعة تاني بردك اعملها معاكم وبعد كده ايه هكمل باقي الكمية بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده وابتدي بردك الفها رول واقفل من تحت واقفل برد الجوانب واضغطها بالشكل ده عشان ما تفلتش معايا هكمل باقي الكمية وارجع لكم تاني كده زي ما حضراتكم شايفين بعد ما خلصت الكمية بتاعتها هسيبها دلوقتي تخمر وبعد ما تخمر ان شاء الله باذن الله نرجع وهقول لكم سر من اسرار الفينو ازاي يبقى معاك طري وحلو واخد اللون الذهبي بتاعه كده الحلو من فوق كده زي ما حضراتكم شايفين الفينو بتاعنا اختمر اهو هاخده دلوقتي على الفرن هنا يا جماعة حطيت طاسة يعني صينية طبق اي حاجة فيها مية سخنة عشان المية دي هتطلع البخار بتاعي على الفينو هتخلي رطوبة كده داخل الفرن وتخلي العيش معاي طري وحلو زي ما حضراتكم شايفين بالنسبة لتسوية فرن الغاز هي العادية خالص مشغلها من فوق ههديها خالص من فوق واسيب الفينو كده براحته معايا ولا احتاج بعد كده معايا لون هبقى اشغل له الشواية من فوق وادي الفينو اهو زي ما حضراتكم شايفين في الفرن اهو كده انا خد اللون الذهبي الحلو معاي
زي ما حضرتكم شايفينه، شايفين جماله، شايفين نفخ ازاي وقب ازاي وحلو اهو. طلعوا دلوقتي وملحوظه، وقت ما تطلعيه وهو سخن تغطيه فوطه، وهو سخن كده تغطيه فوطه. هطلعه واحط اللي هي الصينيه الثانيه، وبعد كده نشوف الفينو بتاعنا. زي ما حضراتكم شايفين دي الصينيه الثانيه اهي، شايفين الفينو طالع ما شاء الله عليها اها. بس للاسف الصينيه دي اللي اتزنقوا الثلاث صوابع دولي جر بعضيهم اها. هطلعهم بردك واغطيهم فوطه ويهدى الفينو كده ونشوفهم مع بعضينا. هو ده الفينو بتاعنا اهو، زي ما حضراتكم شايفينه، شايفين جماله، شايفين جميل خالص وخفيف وهش اهو، شايفين اهو سخن بس اهو زي ما حضراتكم شايفين. جربوه بالطريقة داي وان شاء الله بإذن الله هيعجبكم وهينال رضاكم اهو. شايفين بجد جميل خالص. ويلا كده لو عجبكم طريقة عمل الفينو بتاعنا النهاردة، الطاري الحلو والرطب اللي حضراتكم شايفينه دي، ياريت ما تنسوناش في الاشتراك واللايك في القناة. يلا افتح لكم زي ما حضراتكم شايفين، افتح لكم واحد برداي اه بسم الله. شايفين شايفين التوريقه فيه من جوا، شايفين جماله والحجم العائلي الكبير يعني اها، خفيف خالص واسفنجي. ويلا كده واسيبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتمنى منكم اشتراك حلو كده ولايك حلو منكم في القناه اها. بالنسبة يا جماعة يعني وقت ما انتوا تقطعوا الفينو بتاعكم ما تخلوهوش شابك في بعض، يخلوا يعني مسافة كبيرة، شايفين اللي هو في مسافة بينه وما بين التاني اها، لكن دول شبكوا في بعض اهم اهو زي ما حضراتكم شايفين.